الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، باب البيعة على إيتاء الزكاة. باب البيعة على إيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طبعا هذه الآية العظيمة فيها الاحتجاج بركنية الزكاة بقول فإخوانكم في الدين، يعني إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان، ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لكم في الدين. وهنا تمسك بها من قال بكفر تارك الصلاة، قال الأخوة في الدين إلغاؤها إلغاء أصل الديانة في هذا الباب، فيكون تارك الزكاة أيضا كافر. نقول خرجت الزكاة، هذا كلام صحيح ودات اقتران قوية، لكن خرجت الزكاة بحديث فيرى سبيله إلى الجنة أم إلى النار، والكافر ليس له إلا سبيل واحد الخلود في النار، اللهم ارحمنا. وهنا أيضا في مسألة التبويب، لما بوب البيعة هنا معناه بوب باب وجوب الزكاة، هنا باب البيعة على إيتاء الزكاة. نقول هذا من باب الخاص بعد العام، الخاص بعد العام، لأنه الواجب عام أعم من البيعة. البيعة قد يدخل تحت الواجب وقد لا يدخل، فإذا هو كأنه ذكر الواجب أولا والواجب أعم، ثم ذكر الأخص وهو البيع على إيتاء الزكاة، كأنه قال وإن كانت الزكاة ضمن الواجبات تحت الواجب لكن خصها بالذكر في البيعة دلالة على التأكيد، خصها بالذكر دلالة على التأكيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير، عبد الله بن نمير من ثقات الأزبات، روى له الجماعة ولعله أوثق من أبي، هما ثقتان، نعم، عن أبي نمير وابن الثقات قال حدثنا إسماعيل بن جعفر من الثقات الأزبات عن قيس قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال والنصح لكل مسلم. لذلك لما اشترى الفرس ب400 بلغ به إلى 800، وقال فلما سئل عن ذلك قال قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وهذا الحديث نحن شرحناه في كتاب العلم وفصلنا القول فيه. وأيضا عند التبويب في الآية استدل بها الإمام أبو بكر في قتال منع الزكاة، هو قال بايعت على إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة لأن الصلاة أعظم أركان الدين على الإطلاق هي الصلاة بعد الشهادتين، ولأنه لا ينجو المرء بدون صلاة، لأن النبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. قال وإيتاء الزكاة البيع عليه دلالة على شدة التأكيد على هذا الركن. ثم قال والنصح لكل مسلم، يعني الولي والرعية. ولذلك قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ورسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجرير كان يتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم كما قلنا، ودخل الأسواق واشترى فرسا ب400 دينار، فلما ركبه قال لصاحبه أنت مغبون، إنه يزداد على ذلك حتى بلغ به إلى 800 دينار. الغرض المقصود بأنه في قوله وإيتاء الزكاة على البيعة دلالة على تأكيد وجوب الزكاة. الفوائد المستنبطة، ذكر الخاص بعد العام، هذه قاعدة أصولية مهمة جدا، ذكر الخاص بعد العام على التأكيد، فضل النصيحة لكل مسلم، دلالة الاقتران بالسياق تقوى، دلالة الاقتران بالسياق تقوى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.